تتغور بها. روحوا شوفوا الفيديو نزل على القناة لا يفوتكم. قالب الفقيرة ضد أنا هرسم علم إسرائيل أنا ورحيم على عربية زبالة. الفيديو ده لو جاب 20,000 لايك هرسم علم إسرائيل على صندوق زبالة، ولو جاب 100,000 لايك هرسم علم إسرائيل على الأرض وادوس عليه أنا ورحيم، ولو جاب 300,000 لايك هرسم أنا ورحيم علم إسرائيل على عربية زبالة. انتوا قد التحدي؟ قد. يلا بينا. أنا هرسم اوكي. هذا الحمام الطبيعي، هذا الحمام الطبيعي شو عملت؟ اوكي يعني انا بقدر اتخلص منهم بس افتح عليهم المي. او ماي جاد، عصبوا عصبوا عصبوا. او ماي جاد، مين هذا؟ هذا رئيسهم، رئيس الحمامات. او ماي جاد. وهيك جمعنا جيش الكاميرات ورايحين نواجه جيش الحمامات. اوكي الموضوع طلع محمس، كنت اتوقعه تافه طلع محمس. ويت، هذا اللي فتحنا عليه المي صح؟ حينتقموا مني. ام سوري، قتلناهم ايزي. اوكي هذا الحمام. سلام هليدو Guess the gift and you win it. A motorcycle. I can open it? Of course. It's actually 100 iPhones. What? Sorry, Jake. How did you not know? Jake, I'll give you another shot. Guess this gift and you win it. Think about it though. This still seems like a trick. Final guess? Is this like a TV made of iPhones? Oh. Oh. What would make you think this is iPhone? Clearly TV. One final chance. Look at this. There's two choices. iPhones in the shape of a car or a car. I need your final answer. What is the gift? Car made out of iPhones. Open it up. No. How many iPhones do you think we have? It's not a $35,000 car, but here's an iPhone. Thank you. Guess the gift. التجربه هذه كنت بجربها من زمان، فخلونا نجرب يا اخوان. عندي حالي بل. انت ليش صايره ما عم تسمعي الكلام؟ ها اضربك كف، يعني اضربك كف. ليش صايره ما عم تسمعي الكلام؟ شايفتي لهذا بوبو اكبر واحد فيكم، بتسمعي كلامه لو شو ما قال لك، فهمتي؟ الله لا يكبرك، عم تلعبي بالدباديب؟ دوم ادرسي، قومي احسن لك. اصلا انا خلصت دراستي وانا اشطر وحده بالصف، ما بسمح لك تحكي ولا كلمه عني. قلتي لي اشطر وحده بالصف؟ الا الخمسه ما بتعرفي تعدي بالانجليزي. ومين قال لك هالحكي؟ اعدل لك؟ تفضلي عدي لاشوف. واحد بالانجليزي، اثنين بالانجليزي، ثلاثة بالانجليزي، أربعة بالانجليزي، خمسة بالانجليزي، بدك عدلك للعشرة كمان؟ خدي هالشحاطة بالانجليزي. بس هي بالفرنسي مو بالانجليزي. انتي ليش صايرة ما عم تسمعي الكلام؟
عندما سقط هذا الطفل في قناة المياه العميقة هذه حدث شيء غير متوقع. الطفل ظل محبوسا بالأسفل 15 ساعة، ولكن فريق الإنقاذ لم يكن قادرا على فعل شيء لأنهم لا يستطيعون الدخول في هذه الفتحة. لقد حاولوا الحفر حولها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. الأب والأم فقدوا أعصابهم وهم ينتظرون لحظة خروج طفلهم بسلام. واحد ولا اثنين؟ عندما واحد ولا اثنين؟ واحد. يما شو الصوت هذا؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. احا احا ثواني احا شو؟ والله لغاية الان زاشي. واحد ولا اثنين؟ اثنين يا رب. اقسم بالله حظك قوي يا زلمة. والله العظيم والله العظيم. واحد ولا اثنين؟ اثنين. واحد 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 سكتت واحد. لحظة، إذا بتتوقعوا إنه عبود رح يشرب الكاسة حطوا لايك، إذا ما رح يشربها اعملوا اشتراك. تحيي أقسم بالله شكلها زاكي. يلا جاهز؟ والله زاكي. والله قلت لك زاكي. والله زاكي جد؟ والله اشرب. والله زاكي. ماما عبالي تفاح بس خايفة قلك. لا ما تخافي، اليوم رح زين لك التفاح على شكل حيوان كتير كيوت. ما بقى اعمل لك وحوش. يلا احزري شو هو. شو هو؟ بسيمة؟ لا ما هالقد. انا حزرت هيدا حيوان اللي ما كتير بتحبه. شو هو؟ السلحفات. ماما تتصرفي مع انتي ولا انا بتصرف؟ لا روقي انا بتصرف، يمكن نيتا منيحة. بس بدي اسألك شي. قولي ماما. مين ضربه بوكس على عينه؟ ماما عبالي. شو شو شو؟ افتح يا زلمة افتح افتح يا روحي. مالك مبسوط؟ جبت العزات هدية. جبت العزات هدية؟ وعزات كيف بجي اركض؟ افتح لي طب افتح لي يا هدية. مش شيخ مش شيخ طب مش شيخ مش شيخ طيب مش شيخ طيب هو دقيقة بعطيك الهدية تعبان من المدرسة دقيقة. مالك اخوك افتح الحمام ابراهيم. اوكي وين الهدية؟ ايش مالك؟ ايش لا مع... لا لا يمكن في هديه دور يمكن في اكيد مش هذول اكيد فاضيه فاضي جد بحكي مفكرني هبيله بقوم بقتله. لا لا شو تقتله؟ لا 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 والله العظيم بموت فيك. طلع شو جايب لي؟ لا لا عادي عادي والله مفكرني صغير عمري 20 سنه اللي قد عنده اولاد صاروا انت ماله. لا مستحيل هاي معقول. ما فيش شيء بالشنطه غير هاي ودفاتره والله العظيم بقتله. شو شو شو؟ انت شاب ولا بنت؟ لا اعتقد بنت لانه اقصر مني. روحتني. انا شاب. مين انت قاعد عم تضربني؟ وليد شاك. وليد شاك؟ معقول رجع؟ لا اتوقع كذب. معقول بنين؟ بنين صار يعني؟ لا مستحيل جهينة، مش هيك شكل جسم جهينة. انس شايب؟ ايش كل ما لا مش اسامه طويل كثير. شيرين. شيرين اختلا نارين وسيدرا و... طيب انت حدا من بيت بيوتي؟ مين انت؟ انت ريما بتلعب جيمينج صح؟ هي انت شاب ولا بنت؟ لا اعتقد بنت لانه اقصر مني. روحتني. انا شاب. مين انت قاعد عم تضربني؟ وليد شاطر. وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وانا عم برسم اجت دولي خربت علي، صار لها سنين دولي بتنق علي انه ارسمها وانا بطنة. انا برفض ارسم اي حدا لسببين. السبب الاول هو انه بصفي فاتحه باب على حالي ما بخلص. جاهز؟ باي باي. جاهز بالسنة.